هذا اللي يبتزنا يا سعد. هذا هذا بالضبط هذا القرادة يبتزه. شفت كيف؟ والله يهمك يا حبيبي انا موجود. ثواني واجيب لك ارجله تغدين كراوع. ارجله يا سعد قصدي ذن زياده فوق القتلى. سعد ما اشتكش تقتله؟ عم اعمل له اروح اجعله مثلا اشتيك تراكمه بس 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 بس. والمراقبه مجان ولا انا عمري قصرت معك؟ لا انا دائما اجيب لك وباجيب لك زياده على كل مره. اتفقنا حبيبي يلا روح الان. روح يلا روح.